أولا أشكر في البداية كل الذين دعموني في هذه الوضعية، كما أعتذر للأخوة والزملاء الذين ضغطوا ويضغطون علي كثيرا من أجل رفع دعوة قضائية، وأقول أن قناعتي وأخلاقياتي لا تسمح لي بجر صديقي طفولتي مدرسة الابتدائية مدرسة أم بأزغنغان إلى المحكمة، لأنني عارف معنى أن يكون إنسان متهما أمام القضاء. مسألة ثانية تتعلق بسياقي وتوقيتي ومضموني الحملة التشغيلية الآن. أعرف أنني من الرافضين للنادي السياسي، ومن الرافضين للنادي النقابي المنشط، وللرافضين لإغلاق كل حقوق. وبالتالي فإذا كان الرد السياسي أعيشه في تنظيمي السياسي، فالرد النقابي جاء الآن من هذه الندوة التي حاولت أن تقدم بشكل تدليسي المعطيات للرأي العام. التشبيه أو الأشباح، متأكد أن الإخوة والزملاء لم يعودوا إلى المصطلح في معناه الدقيق. فالشبح طرح نقابيا خلال فترة مرحلة الرصاص، طرح بمضمون موظفون يوقعون محاضر الدخول ويذهبون إلى منازلهم، ولا يستطيع المدير ولا النائب الإقليمي ولا الوزير حتى إيقاف هذه الوضعية. انتقلنا بعد ذلك إلى مفهوم المحميين، وهذه الوضعية كانت تغليفا للأشباح. ودائما في سياق النقابي انتقلنا إلى وضعية التفييض المشبوه والتكليفات المشبوهة، ووصلنا الآن إلى سوء تدبير المورد البشري في التربية والتعليم. الإخوة لم يكلفوا نفسهم عناء البحث والتحقيق، فذهبوا إلى استعمال لائحة نيابية لأسماء قيل عنهم أنهم لا يشتغلوا، والحقيقة أن الزملاء كانوا ملزمين بطرح السؤال التالي عن النيابة: إذا كان هؤلاء لا يشتغلون فماذا تفعل النيابة؟ وهل تكذب وتقدم تقارير مزيفة وتتآمر على مالية الدولة؟ للحقيقة أقول أن ورودي كاسم ضمن هذه اللائحة جاء في سياق التشهير لا أقل ولا أكثر. عيب أن يقال في حقي هذا، علما أن لا أحد يريد أن يعيش مأساة التي أعيشها، حقيقة مأساة ضعف بصري حاد وأداء لمهمة التي أسندت إلي وزاريا على أكمل وجه. حجتي في هذا أرشيف المؤسسة وأرشيف النيابة في الأرشيف الموازية، وكذا سمعة ثانوي التلفيز على مدار 10 سنوات وأزيد من عمل متكامل، هيئة تدريس، هيئة إدارة والأنشطة الموازية. إذن فالخلاصة التالية هي التي يجب أن تطرح: لماذا بالتحديد تطرح وضعيتي في هذا السياق؟ طرحت في بداية السنة من طرفي زميل، وقدرت أن طرحه كان من موقع الحقد ومن موقع التآمر، فتجاوزت. يطرح الآن لأن ما حدث بالفيض في خلال حفل تكريم الأستاذ محلي كان بمثابة انقلاب كلي لمستوى ثانوي الفيض، وإصرار لهؤلاء الزملاء على إقحامنا في صراعات لا علاقة لها بالمشاكل الحقيقية للمدرسة العمومية المغربية. معتز بانتمائي لهذه المدرسة العمومية، ومعتز بانتمائي لاختيار النقابي كفاحي، ومعتز بيساريته، ولكن رافض كل الرفض لأساليب تدريس الممارسة، رافض لكل الأساليب الداعية إلى قلب المعطيات. المعطى الأساسي الآن هو التالي: صحيح أن هناك لجنة إقليمية مشتركة، وأنا رأيي الشخصي أرفضها،
تجتمع وتوزع التكليفات الإدارية هنا وهناك. صحيح أيضا أننا ضد ملء المؤسسات بموظفين لا مهمة لهم إلا استجابة لرغبات لائحة هذه النقابة أو تلك، ولكن اللائحة المطروحة الآن لا علاقة لها بهذه الوضعية، لا علاقة بوضعية إنسانية، بوضعية زملاء يعيشون وضعية صعبة، فكيف يعقل أن تحاسب أستاذة فقدت بصرها أو تكاد وتؤدي عملها، وكيف يعقل أن تحاسب زميل كاد أن يقضي أن يتم أولاده في حادثة سير ويحاسب ومنذ 10 أيام أجرى عملية إزاحة القطعة الحديدية أسفل ركبته، كيف يعقل؟ عيب هذا الطرح، وعيب هذا الخروج الإعلامي، وعيب أيضا أن نلجأ لمثل هذه الأساليب. ومع ذلك ومع كل هذا لا أكن حقدا لهؤلاء الزملاء، لا أكن حقدا لهم، لأنني ببساطة رجل أخلاق، رجل مبادئ، ورجل قناعات، لا أنتمي لأشخاص مهما كنت أحترمهم، أنتمي لاختيار، أنتمي لقناعة، هذه هي قوتي في مثل هذه الحالات، ومع اعتذاري إن أسأت في لفظة من الألفاظ في المقال الوارد أدناه، ومع ذلك أشدد أنني من القائلين خطأ صوابي صواب يحتمل الخطأ، وخطأ مخالفي خطأ يحتمل الصواب.